مباراة متذيل الترتيب كانت توحي منذ الوهلة الأولى أنها لا تقبل القسمة على اثنين بين نجم بن عكنون الباحث على تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم ومولودية وهران المستفيدة من تأهيل لاعبها واكتمال تعدادها للمرة الأولى، حيث بادر لاعب المولودية للهجوم مع صافرة البداية ودفع النجم يبعد الخطر. رد عطيف من جانب المحليين بتوزيعة لم يستغلها زوج جيدا والكرة للركن. ضغط لاعبي النجم كاد يكلف دفاع المولودية الوقوع في المحظور بعد خطأ في إخراج الكرة. بعدها نلعب الدقيقة الثامنة مخالفة منفذة نحو الرؤوس والحكم بن يحيى يعلن عن ركلة جزاء بعد دفع داخل منطقة العملية. ضربة الجزاء انبرى لها حشود وينجح في افتتاح باب التسجيل مانحا فريقه التقدم. رد زوار جاء في الدقيقة 24 مخالفة مباشرة منفذة من إبو زيد. الدفاع يرد وأقاسي بتسديدة قوية ردها الحارس بوزدر وجدت المهاجم بن عياد وبضربة مقصية يعدل النتيجة لأبناء الحمري لينخفض بعدها نسق اللقاء أين كاد المدافع حدوش أن يغالط الحارس بوزدر الذي كان فطنا في هذه اللقطة. باقي أطوار الشوط الأول لم نشهد فيها الكثير وانتهى على وقع التعادل الإيجابي هدف في كل شبك. شوط المدربين أجرى فيه تزيري بلال تغييرين وأول فرصة كانت في الدقيقة الأولى زاوش وجها لوجه والحارس بوكريت كان أسرع. زاوش عاد مرة أخرى في الدقيقة 51 يفتح أيت مولود يروض يهيئ الكرة وتسديد بوغاش جانب التلقي. أرد بالحران بانطلاقة سريعة يفتح والآخر والمدافع حدوش يحول الكرة للركن. بعدها قاد بلوشات هجمة خاطفة للنجم يوزع والمهاجم حاجي يمضي على الهدف الثاني وسط غفلة من دفاع المولودية. كان هذا في الدقيقة 61. ربع ساعة الأخير من المباراة شهد تهاطم الأمطار غزيرة ما صعبت من مأمورية اللاعبين داخل الميدان ليواصل بعدها لاعب المولودية رحلة البحث عن التعديل وإبو زيد بتسديدة يسارية وجدت الحارس بوسدر متألقا وحولها للركن. بعدها طالب لاعب ابناء الحمري بركلة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللاعب لتنتهي المباراة بفوز هو الأول لنجم بن عكنون تاركين بذلك المرتبة ما قبل الأخيرة لمولودية وهران التي زادت وضعيتها تعقيداً.